السلام عليكم، صباح الخير عليكم، عيدكم مبارك ان شاء الله، تعيدوا وتعودوا بالصحة وطول العمر. نتمنى الاخوات كلكم تكونوا على خير وبخير. اليوم مع فيديو جديد صباح العيد، بغيت نشارك معكم القفطان ديالي ديال العيد ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا هو توب جوهرة، يعني ما غنهضرش لكم على التفاصيل ديالو بزاف حيت غادي تلقاوها في واحد لا فيديو ان شاء الله غنحطو لكم اللي بغات تعلم الفصاله والخياطه. كيف ما كتشوفوا معايا النتيجه هي هذه المرمه ديال الحقير كيف ما قلت لكم، بالطريس الصغير في العقيق بنفس لي كولور كيف ما كتشوفوا معايا، فيها الهدب هنايا من هاد من التحت ديال المرمه، وكل القفطان دايز بالحقير كيف ما كتشوفوا. يعني التدريج ديال الالوان، بدينا الخدمه من هنا وخدينا الاحمر وبينا نازلين باش كيجي التدريج ديال الالوان. شوفوا كيجا والكميمات ما طوال ما قصار، وفيهم دريس هنايا في الجنب وهابطه كلها بالحقيق. بغيت نوري لكم يعني بالنسبه للفصاله اللي كنت هضرت لكم عليها، يعني خاصها تفصل مزيان، ها النتيجه اللي كنت كنهضر لكم عليها. يعني كيكون الخياطه كتكون محور التماثل لا في الكميمات ولا في القدام. ها نتوما شوفوا كيف ما كتشوفوا معايا، وانا غادي نشارك معاكم ان شاء الله الحقيق باش خدمت بالبروش ديالو بكل شيء. وها نتوما معايا الاخوات. ما يفوتنيش الاخوات، نشكر السيده اللي صايبت ليا المرمه ديال الحقيق، الله يعطيها الصحه، صراحه خدمتها متقونه الله يجازيها بخير. وللسيده اللي صايبت ليا الراندا، خدمت على شعرها كيف ما كتشوفوا معايا، صراحه الله يعطيها الصحه، بلا مصلوح بلا والو، مطلوقه. لوكو كنت ما بغيتش يعني على حسابي طلوغلي من تحت الطراسه، يعني ما كانش صراحه كاع محتاج لانه يتصلح، صراحه خدمتها فن فن فن، الله يجازيها بخير وكل الشكر ليها، خدمته ليا كيف ما بغيت. ولا السيده مولات المرمه فنشكرهم بزاف بزاف بزاف، الله يعطيهم صحيحتهم. الاخوات كيف ما كتشوفوا معايا، هو الحقيقة اللي كنت خدمت عليه الالوان، ها نتوما شوفوا كي جا، هما الالوان اللي كنت خدمت باش خدمت هاد القفطان. ها هو البروش اللي كنت هضرت لكم عليه كيف ما كتشوفوا، ها هو بالحلقات ديالو، انا حطيتهم هنا غير باش يبانوا لكم، هما الحلقات ديالو. ويعني ممكن يتلبس بزاف ديال على بزاف ديال سميتو ديال القياسات، تقدري تطلعيه حتى لهنا بحال هكا كيف ما كتشوفوا. ها نتوما يقدر يتلبس بحال هكا، يتلبس طويل، ويقدر يدير حتى في الشعر، في الشعر كيجي غزال الصراحه، ولا من فوق الفولار كيجي زوين بزاف. نتمنى هاد النتيجه تكون عجباتكم، ومرحبا بكم الاخوات. اللي باقا ما تابوناتش تابونا، ديروا جيم، فعلوا الجرس ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد، وشاركوا بارطاجيو وشاركوا مع الاحباب. وهنا نهايه الفيديو، ولا فيديو قادم باذن الله، وعيدكم مبارك وسعيد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.